سيداتي سادتي، مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات سينما القاهره. اول فقره من فقرات البرنامج النهارده هتكون مع مخرج جديد وفيلم جديد. مخرج اتخرج من معهد السينما قسم اخراج سنه 66، وعمل في مجال الاخراج كمساعد مخرج لمده سنتين، وبعد كده ابتدى حياته كمخرج. المخرج ده هو علي عبد الخال، وفيلم اغنيه على الممر. الاوضه دي كويسه قوي. ها، اهلا مدام. اهلا، مساء الخير. سلام ستي. كنت لسه بقول للساده المشاهدين انك ابتديت حياتك كمخرج سنه 68. اول حاجه عملتها كانت ايه؟ كان غشيد، فيلم تسجيلي مدته 10 دقائق. الفيلم الثاني كان السويس مدينتي، برضه تسجيلي مدته 10 دقائق، وده خد فيه جائزه وزاره الثقافه، وتعرضت مع الارض في موسكو. وبعد كده كانت اغنيه على الممر. لا، كان في فيلم ثالث، هو فيلم تعليمي في قالب روائي، كان مدته حوالي 80 دقيقه. وبعديه بقى اغنيه على الممر. ده ايه الفيلم الثالث ده؟ ده كان اسمه جاسوسيه وامن. يعني اذا اغنيه على الممر رابع فيلم. رابع فيلم. مين ابطاله؟ الاستاذ محمود مرسي، محمود ياسين، صلاح قبيل، مديحه كامل، روي عاشور، الا فاخر، سوير البهوني، صلاح السعداني. يا ده انت عندك مجموعه كبيره قوي من الممثلين والممثلات. احمد مرعي كمان. كمان مجموعه كبيره من الممثلين والممثلات. والحقيقه كل المجموعه، يعني ما عنديش بطل واحد، الفيلم بيقوم على مجموعه من الابطال، ما تقدرش تقولي فلان البطل او فلان البطله، انما الكل هم الابطال الفيلم. استاذ علي، ايه رايك توضح لنا نظام المشاركه اللي انتوا انتجتوا بيه فيلم اغنيه على الممر؟ ايه ظروفه وازاي، يعني ايه نظام مشاركه؟ شوفي، هو نظام المشاركه ده هو نظام جديد تماما ومستحدث تماما. يعني السينما المصريه من بعد الحرب العالميه الثانيه ابتدت ايه تتبع نظام هو فضل المسيطر لغايه دلوقتي، حتى بعد دخول القطاع العام. النظام ده باختصار الخصهولك هو ان الفنانين والفنيين لاول مره يبقوا مشاركين بوجودهم، ما ياخدوش فلوس. يعني الممثل ما تبقاش علاقته بالفيلم ان هو ايه يمثل وياخد شيك ويمشي، لا، ده مرتبط بالفيلم، وعشان كده لازم يبقى ايه بيخلي فيه نوع من الاخلاص، في نوع من الحماس للشغل، في نوع من الارتباط، هو مساهم بمجهوده، الاجر اللي بياخده بيتاجل له عند العرض، والمؤسسه بتقدم لينا الخدمات وجزء من السيوله. فالميزانيه بتاعت الفيلم مقسمينها الآتي: الى 70% اللي هو المؤسسه مقدماه، و30% اللي هي اجور الفنيين والفنانين مساهمين بيها، وهياخدوا الاجر ده عند العرض مش شباك على طول. فيلم اغنيه على الممر بيعتبر من الافلام الصعبه او اللي بتعالج موضوع يعني مش مطروق دايما وكتير قوي يخاف يتعرض له، اللي هو موضوع المقاومه ومش عارفه ايه. وعاده الشباب لما بيجي يبتدي حياته الفنيه بيحب يعتمد على قصة كبيرة معروفة أو يعني حاجة تمس الناس قوي، وأبطال ونجوم وحاجات من ده، وأنا شايفة أنك ما اعتمدتش قوي على الموضوع ده، فليه اخترت النوع ده من الأفلام؟ وأنا بختار الموضوع ما كانش وجهة نظري إن أنا أشوف موضوع سهل أو موضوع صعب. اللي كان بيهمني بالدرجة الأولى إن أنا أختار موضوع قريب من الناس بيمسهم بشكل مباشر، فما كانش فيه موضوع مباشر هو يمس الناس في المرحلة دي زي احداث 67 واللي حصل فيها. مفيش اسره، مفيش بيت، مفيش حد ملوش قرايب، اذا كان عساكر او ظباط او بتاع. يعني موضوع قريب جدا من الاحداث ومعاصر جدا. ما الصعوبه بقى والسهوله مش دي اللي كنت بدور عليها. عاده لما مخرج بيقوم باخراج اول فيلم ليه، قبل عمليه الاخراج بيكون عنده خيالات كتير وامال كتير، يا ترى حققت حاجه منها في فيلم اغنيه على الممر؟ يعني كاول عمل ليك لو طلبت منك انك تقيمه تقول ايه؟ الحقيقه انا بالنسبه للفيلم ده اقدر اقول لك ان انا حققت حاجات كتير من اللي كانت في دماغي قبل ما اصور، لاني كنت محضر نفسي قوي قبل ما اصور وكاتب كل حاجه، فما كنتش يعني ايه بروح اصور يوم بيوم، لا، كنت عامل خطه كامله للفيلم. اما بقى بالنسبه لتقييم الفيلم فانا ما اقدرش اقيمه طبعا، اللي يقدر يقيمه الجمهور. يا ترى بتجهز ايه بعد اغنيه على الممر؟ هو الحقيقه في اكتر من موضوع بجهزه حاليا، هما في مرحلة الإعداد، يعني مرحلة الكتابة، لكن بشكل محدد لسه ما اخترتش أيهم اللي هبتدي بيه. يعني هيكون في نفس موضوع أغنية على الممر ولا هتختار عمل مخالف؟ هو يمكن يشتبه، يعني أول لقاء بينهم هي حاجة واحدة. إيه؟ اللي هي موجودة في أغنية على الممر، إن هي أفلام تكون بتعبر برضه عن نفس المرحلة اللي إحنا بنعيشها.